السلام عليكم. الأمر ليس تحولا اختياريا أو تفاخرا أو حتى على سبيل التجربة العلمية، إنه عصر التحول الرقمي في التعليم من اللوح والطباشير إلى التقنية الرقمية الذي أصاب التعطيل والإغلاق في مقتل. تعطيل وإغلاق المدارس والجامعات الناجم عن فيروس كورونا المستجد وضع 83 طالبة وطالبة في العالم العربي وجها لوجه أمام منظومة التعليم عن بعد. جانب من هذه الملايين وجد نفسه مستعداً شاهراً أدواته المجربة في وجه قرار التعطيل، وجانب آخر يعاني ويصارع ويسارع علّه يلحق بعضاً مما فاته. كورونا الذي تطور وتحول من شبح يلوح في الأفق إلى واقع يفرض نفسه على الكوكب الأخضر، وضع أنظمة التعليم في العالم العربي كله في زاوية حرجة. فهل يودع العالم العربي التعليم التقليدي بمكوناته الكلاسيكية، حيث المدرسة والمعلم والطالب والسبورة والاختيار الورقي وداعا بائنا لا رجعة فيه؟ هل يشهد ميلادا قويا للتعليم عن بعد، حيث الرقمنة والتقنية عماده والعالم الافتراضي عتاده؟ هل ينزلق في مرحلة حرجة حيث جيل بأكمله من أنصاف المتعلمين أو المتسربين تحت وطأة الفيروس؟ هل تخرج الدول العربية بحلول غير تقليدية، لا سيما في ظل الفجوة الرقمية وهوة الإمكانيات المتأرجحة بين الصحة والتعليم في زمن جائحة كورونا؟ وهل أثرت الجائحة في اضطراب التعليم في البلاد العربية؟ هذه الأسئلة وغيرها الكثير سنطرحها على ضيوفنا في هذه الحلقة من برنامج حديث العرب الذي يحمل عنوان كورونا يختبر التعليم في العالم العربي. ويسرنا أن يكون معنا ضيفا عبر سكايب كل من الدكتور محمود صابر استشاري التحاليل الطبية والميكروبولوجية، والدكتور كمال بن جعفر أستاذ محاضر في كلية الإلهيات في جامعة مرمرة والمستشار الإعلامي لأكاديمية اسطنبول، والدكتور حمدي بخيت أستاذ اللغة العربية في جامعة جيرسون التركية. مشاهدينا الكرام، قبل البدء نتابع وإياكم وضيوفنا هذا التقرير. مع استمرار تسجيل أرقام جديدة للإصابة بفيروس كورونا، لا يزال العالم يحبس أنفاسه مترقبا أعداد المصابين الذين بلغوا نحو 1 مليون إصابة حول العالم، لكنه يترقب بعين التفاؤل أعداد المتعافين الذين أصبحوا نحو 195 وأكثر من 47 حالة وفاة، كان معظمها في أوروبا. الوباء الجديد دخل العالم العربي وحط رحاله فيه، فسجل 394 حالة إصابة في تونس وأكثر من 600 حالة في المغرب، وأصاب نحو 700 شخص في مصر. كما سجلت وزارة الصحة السعودية 1563 إصابة، فيما أعلن العراق عن 694 إصابة. وهكذا لم يستثني فيروس كورونا دول العالم العربي فأدخلهم في الحجر الصحي كبقية العالم، فمنهم ملتزم به ومنهم غير مكترث بما يدور حوله ومنهم عوان بين ذلك. هذه الأعداد المتزايدة للمصابين بفيروس كورونا في الوطن العربي دفعت الحكومات إلى تعطيل وإغلاق المدارس ووضع نحو 83 مليون طالب وطالبة في الدول العربية، بالإضافة إلى أعداد المتسربين من التعليم والمتوقفين عنه بفعل الحروب. بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، وضعتهم وجها لوجه أمام منظومة التعليم عن بعد، فوجد جانب منهم نفسه مستعدا شاهرا أدواته المجربة في وجه قرار التعطيل، وجانب آخر وهم الغالبية يعاني ويصارع لعله يلحق بركب التعليم الجديد الذي لم يعد تحولا اختياريا أو تفاخرا تقنيا أو حتى على سبيل التجربة العملية. إنه التحول الرقمي الإجباري في التعليم بعد أن ضرب كورونا منظومة التعليم المتآكلة في الدول العربية بمقتل التعطيل والإغلاق، بالإضافة إلى تفاوت القدرات لدى المعلمين في الشرح وإدارة الدروس عن بعد. ولعل أزمة كورونا تجعل العالم العربي يودع التعليم التقليدي بمكوناته الكلاسيكية ليشهد ميلادا جديدا للتعليم عن بعد، حيث الرقمنة والتقنية. وهذا أيضا يثير مخاوف الكثير ممن يعتقدون أن هذه الطريقة في التعليم وبهذه الإمكانيات المتواضعة قد تخلق جيلا من أنصاف المتعلمين أو المتسربين، لا سيما في ظل الفجوة الرقمية وهوة الإمكانات وأولويات المتطلبات المتأرجح بين الصحة والتعليم في عالمنا العربي.
إذن مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد في برنامج حديث العرب. هذا الأسبوع سنناقش كورونا يختبر التعليم في العالم العربي. أبدأ مع الدكتور محمود صابر، استشاري التحاليل الطبية. دكتور محمود، يعني لو تحدثنا عن آخر الإحصائيات، هناك 1,000,000 حالة إصابة، عدد المتوفين أكثر من 51,000، وأيضا عدد المتعافين 2,211,000 متعافي. لو يعني ركزنا على هذه الإحصائية التي وردتنا طبعا قبل قليل، هل العالم سيطر على الوباء أم أنه لم يسيطر دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بنأكد أن لما منظمة الصحة العالمية طلعت البيان أن كورونا أصبح وباء، قالت وباء جامح، وهي المشكلة في الجموح بتاع هذا الوباء، فهذه الأعداد متزايدة باستمرار، وكل يوم بنلاقي أعداد زيادة باستمرار. على سبيل المثال يعني الأعداد متضاعفة في كل الدول، سواء الأوروبية أو الآسيوية أو الدول العربية كمان. يعني في مصر على سبيل المثال أصبحت دلوقتي 779 حالة إصابة، في منهم شفاء 179، حالة وفاة 52 حالة. الأعداد في زيادة مستمرة، ولا نستطيع أن نقول أن العالم قد جمح جماح هذه الجامحة، ولكن بالعكس الأعداد في تزايد مستمر، ولسه لم نصل لذروة هذا الجموح. يعني بسبب يعني فيروس كورونا الأعداد بتاعته متضاعفة تضاعف غير عادي، يعني وعدم الشفافية لبعض الأنظمة وخصوصا في الدول العربية دي بيدي احتمالية ان الانتشار يكون اوسع في الأيام القادمة، لان عدم الشفافية فيبقى في الحالات مصابة والحكومات غير مسؤولة، فلا تصرح بأن في حالات مصابة أو في مناطق معينة فيها عدد إصابات كثيرة، فبالتالي هؤلاء يعيشوا حياته الطبيعية ويحس أن الأعراض عندما تظهر أعراض برد عادي فيسير في وسط أهله والمخالطين به، فينتشر الأعداد محتمل تبقى زيادة أكثر في الأيام القادمة. طيب أنتقل إلى دكتور كمال بن جعفر، أستاذ محاضر في كلية الإلهيات. دكتور كمال، لو ناقشنا موضوع التعليم، ربما أنه يختبر كورونا اختبر التعليم أو يختبر التعليم في العالم العربي، يعني من السبورة والطباشير إلى التقنية الرقمية، تعتقد أن هذا الإجراء أصاب التعطيل والإغلاق في مقتل دكتور؟ في البداية السلام عليكم. عليكم السلام. وشكرا على الدعوة للبرنامج. في البداية أود أن أقول أن فيروس كورونا ضرب قطاعين حساسين في المجتمع، قطاع الصحة وقطاع التعليم. ضرب أيضا القطاع الأكثر حساس وهو قطاع التعليم الذي يستهدف رأس المال البشري. عجلة التنمية، عجلة التقدم تمشي وعجلة التعليم توقفت قليلا. بحسب تقرير اليونسكو قام أكثر من أزيد من 100 بلد حول العالم بإغلاق المدارس. هذا كان سبب وجيه في اضطراب تعليم المئات من الملايين من المتمدرسين. في بعض البلدان العربية تزامن انتشار الفيروس مع عطلة الربيع، لكن بعد ذلك تم تمديد العطلة. انتقال المنظومة التربوية العربية من التعليم التقليدي إلى التعليم الرقمي أو التعليم الافتراضي جاء نوعا ما متأخرا، مع أنه يجب أن نقول أن بعض الدول العربية كانت جاهزة لهذا الانتقال، لهذه النقلة، بينما بعض الدول الأخرى لم تكن جاهزة وهي الآن تصارع وتحاول أن تلتحق بالركب. نعم دكتور حمدي بخيت، أهلا بكم، أستاذ اللغة العربية في جامعة جيريسون التركية. دكتور حمدي، يعني كما استمعت دكتور كمال بن جعفر يقول التعليم الرقمي جاء متأخرا طبعا على بعض البلدان العربية، ولكن بداية هل أثرت جائحة كورونا في اضطراب التعليم في العالم العربي في هذه المرحلة تحديدا؟ الحمد لله رب العالمين، والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. في الحقيقة جائحة كورونا أثرت تأثيرا كبيرا في كثير من البلاد العربية، وخاصة البلاد العربية التي أحوالها ليست جيدة من الناحية المادية. طيب. حيث إن كثيرا من هذه البلاد لا توجد فيها هذه المنظومات في كثير من قطاعاتها ومحافظاتها،
لأنها لا تهتم الاهتمام الكامل بالأمور التعليمية من حيث الميزانية ومن حيث الارتقاء بمستوى التعليم ومستوى المعلم ومستوى الوسائل التعليمية. لذا كان التأثير قاتلاً وسيظل ربما إلى أن تنتهي هذه الجائحة أو هذه المشكلة. نعم. لأن كثيراً من المدارس وكثيراً من الجامعات لا توجد فيها التقنيات الحديثة التي تستطيع أن يتغلب بها المسؤولون على هذه المشكلة. نعم. وإن وجدت في المدارس أو الجامعات فإنها لا توجد لدى الطلاب، لأن كثيراً من الطلاب لا يوجد معهم كمبيوتر أو حاسوب أو جهاز التليفون الذي يستقبل هذا أو يظهر موضوع النت. نعم. وكثير من الطلاب يعانون معاناة شديدة في هذا الأمر. طيب دكتور محمود صابر، يعني موضوع انتشار فيروس كورونا خاصة نحن نناقش هنا في الدول العربية، هل هناك تقصير من الحكومات أم أن الجائحة أكبر من قدرات الحكومات؟ نحن نعرف بأن الموازنات الدول العربية تعطي قليل لموضوع البحث العلمي، هل أن موضوع فيروس كورونا أكبر من قدرات الدول العربية أم هناك تقصير أصلا من الدول العربية بأنظمتها؟ للأسف الشديد يعني جائحة كورونا زي ما قال الزميل أنها تختبر منظومة الصحة ومنظومة التعليم، هي أصلا تختبر منظومات كثيرة، لو تختبر منظومة الصحة فعلا وتختبر منظومة التعليم، تختبر منظومة القيم، منظومة الأخلاق، تختبر أصلا المنظومة الاقتصادية أيضا. فجاءت جائحة كورونا لتعري الأنظمة العربية كافة باستثناء دولة أو دولتين التي كانت، يعني لو نظرنا إلى ميزانيات أغلب الدول العربية، كم حجم ميزانية التربية والتعليم، كم حجم ميزانية وزارة الصحة من ميزانية العامة للدولة، هتلاقيها يعني ضعيفة جدا بالمقارنة مثلا للصرف على التسليح والصرف على الترفيه والصرف على يعني أشياء يعني لا تهم المواطن العربي بصفة عامة. لو هذه الحكومات كانت مسؤولة حقيقة واهتمت ببناء المواطن فعلا وبنت له منظومة صحية متكاملة، بنت له منظومة تعليمية متكاملة، كانت هذه الجائحة جاءت وعدت ولم يتأثر بها الوطن العربي. ولكن للأسف الشديد المنظومة الصحية والمنظومة التعليمية ومنظومات كثيرة جدا في الوطن العربي أصلا في الوضع الطبيعي متدهورة ومتدنية بمقارنة ببعض الدول الأخرى. فإذا جاء فعلا اختبار يعني انتشار هذا الوباء وكان اختبار للدول المتقدمة التي كانت تصرف بالفعل على التعليم وتصرف على الصحة، ومع ذلك هي الآن وضعها لا تحسد عليه، فما بالك بالأنظمة العربية التي لم تهتم بالمواطن ولم تهتم ببناء المواطن ولا تهتم ببناء البنية التحتية بتاعته، سواء في الصحة أو سواء في التعليم أو سواء في الصرف الصحي أو في جميع مجالات الحياة. هنلاقي للأسف الشديد كان الوضع متدني. بالنسبة للصحة زي ما بنقول الوضع في يعني وضع المستشفيات والمنظومة الصحية في معظم الدول العربية في الوضع الحالي كانت لا تكفي المواطنين، فما بالك عندما تأتي هذه الجائحة والأعداد تتضاعف يعني بشكل غير معقول. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن فعلا يقي الشعوب العربية. نعم دكتور. مثل هذا الوباء. نعم. أنا أشكرك دكتور، أرجو أن تبقى معنا. دكتور كمال بن جعفر، موضوع تعطيل وإغلاق المدارس والجامعات الناجم عن فيروس كورونا يعني وضع ما يقرب من 83 مليون طالب وطالبة في العالم العربي وجها لوجه أمام منظومة التعليم عن بعد. تعتقد أن هذا الموضوع التعليم عن بعد، هذه الوسيلة ستنجح في عالمنا العربي دكتور؟ في البداية أريد أن أقول أن التعليم عن بعد ليس جديد علينا في منظومة التربية والتعليم العربية، فكان قبل عصر الإنترنت التعليم عن بعد أو ما يعرف بالتعليم بالمراسلة والتعليم عن طريق البرامج التلفزيونية، يعني التلفزيون، تقنية التلفزيون التعليمي. سؤالك هل يلغي هذا النوع من التعليم؟ هل ستنجح هذه الوسيلة التعليم عن بعد؟ نعم.
نعم، هذه الوسيلة هل تنجح أو لا؟ قبل إجابتنا عن هذا السؤال، أود أن أقول هذا التعليم عن بعد عن طريق الإنترنت، يعني هو كان موجود ولكن أصبح بصيغة تقنية جديدة، التعليم أو ما يعرف بالتعليم الافتراضي. هل ينجح أو لا؟ أؤجل الإجابة إلى بعد الحديث عن ما يقدمه هذا التعليم الافتراضي من مزايا للمتعلم. تحول التعليم من أسلوب التلقين إلى أسلوب تفاعلي، هناك مؤثرات بصرية وسمعية تجعل العملية التعليمية أكثر جاذبية. يستطيع المتعلم في هذا النوع الجديد من التعليم أن يتابع دروسه في أي زمان ومكان من خلال تصفح المحتوى التعليمي عبر الإنترنت. لكن هل تنجح؟ هل تنجح؟ العديد من الدول العربية، المعلم العربي في بعض الدول لا يملك بريدا إلكترونيا، لا يملك حاسوبا، لا يملك حتى ثقافة معلوماتية كما قلت في العديد من المنابر والمؤتمرات العلمية. هناك مسافات رقمية، مسافات معلوماتية بين المعلم والمتعلم الراهن. فالمعلم يعاني من غياب الثقافة المعلوماتية، من غياب الوسائل التقنية التعليمية التي يجب عليه أن يستعملها كسلاح لمواجهة هذا النوع الجديد. وكما قال قبل قليل الدكتور قبلي أن بعض الطلبة أو يسكنون في مناطق جبلية في الريف، لا توجد إنترنت، لا توجد إمكانيات، فيستحيل أن يواكب المتعلم العربي في هذه المناطق هذا النوع من التعليم الجديد. طيب دكتور حمدي، من الوسائل الأخرى التي تبعتها يعني بعض الدول العربية هو التعليم عن طريق شاشة التلفاز، هل ترى أن هذه الطريقة ناجعة نوعا ما في هذا الظرف تحديدا؟ الحقيقة هذه الوسيلة يعني ربما تكون مفيدة بعض الشيء مع بعض المستويات التعليمية، ربما تفيد في الجامعة نوعا ما، لا تكون مفيدة الإفادة المطلوبة كما يكون الأستاذ أمام طلابه ويتناقش معهم ويحاورهم، إلا إذا كان التعليم بهذه الوسيلة مباشرة بأن يكون فيه خط مباشر بين المعلم والمتعلم. لكن هذا تواجهه مشكلة، لو كان في البيت أكثر من طالب، أكثر من متعلم، وتبث هذه الأمور في وقت واحد في قنوات مختلفة مثلا، فكيف يواظب أو كيف يتابع الطلاب هذه الوسيلة التعليمية؟ الأمر الآخر، في كثير من الأماكن فيها المستويات التعليمية الأولى في المراحل الابتدائية التي تحتاج إلى نظام معين في التعليم لا تصلح معه هذه الوسيلة، تحتاج إلى مساعدة الوالدين، وربما يكون الوالدان لا يعرفان القراءة والكتابة، فكيف يتابع التلاميذ في هذه المراحل الأولى هذه الوسيلة؟ ثم إن هذا الأمر له ما بعده، في هذه المرحلة التلاميذ يتعلقون بمعلميهم، فيكون دكتور هنا يأتي دور دكتور عفوا أسف للمقاطعة، ولكن هنا يأتي دور ذوي الطلبة في هذه المرحلة، لابد من المتابعة أكثر دكتور. نعم لكن هذا أنا أتكلم على واقع كنا نعيشه في بلادنا، ليس واقعا افتراضيا وإنما هو واقع موجود. كثير من يعني في المرحلة الابتدائية الأولى يحتاج إلى نظام معين في التعليم لا يصلح معه التعليم عن بعد. نعم. لو كان يحتاج إلى متابعة لابد من متابعة الوالدين. نعم بالضبط. إن كان الوالدان لا يقرآن ولا يكتبان كيف يتابعان؟ هذه مشكلة أخرى. طيب. وهذا إن أفاد بعضا ما في المراحل المتقدمة بالنسبة للجامعات أو في الثانوية مثلا، لكنه يخرج أناسا يعني في المستوى التعليمي دون المستوى المطلوب. طيب دكتور هذا الأسلوب، العملية التفاعلية دكتور أريد أن أناقش حضرتك في موضوع هذا الأسلوب، هل سيقضي على الدروس الخصوصية؟ ولكن أنتقل إلى الدكتور محمود صابر. دكتور محمود، تعتقد موضوع الإجراءات المتباينة التي اتخذتها الدول العربية كل دولة على حدة في مواجهة فيروس كورونا أوصلت الوباء لهذا الحد من الوفيات والإصابات؟
هو كان في كل دولة حسب الأعداد بتاعتها تعاملت بشكل مختلف عن الدول الأخرى. يعني شفنا دولة المنشأ الصين كانت إجراءات حاسمة، وفعلا كان الشعب واعي، وكان في شفافية عند المنظومة الصحية ووزارة الصحة، وكانوا بيعلنوا عن المناطق وعن الأعداد حقيقة، وكان يتخذوا إجراءات للعزل، إجراءات حازمة، وبالفعل قدروا إن هم يسيطروا على عدم انتشار مثل هذا الوباء. في إيطاليا كان الوضع مختلف، كان على العكس، الشعب الإيطالي تساهم في موضوع استجب لموضوع العزل، وعلشان كده لقينا الأعداد تزايدت بشكل غير طبيعي. أما في الدول العربية، في بعض الدول كانت برضو بالفعل يعني عند تعاملت بشكل مسؤول، ولأنها فعلا كان عندها شفافية، واتخذت الإجراءات الحازمة بوقف الطيران سريعا مبكرا، وتعاملت مع المواطنين بشيء من الشفافية، وبالتالي استجاب المواطنين، وتم بالفعل عزل المواطنين، وتمت يعني تم يعني السيطرة ولو المبدئية على عدم انتشار مثل هذا الفيروس. ولكن في بعض الدول الأخرى يعني للأسف كانت بتتعامل بعدم شفافية وعدم مصداقية، ولم تكن جادة في المحافظة عن مواطنيها، ولم تصرح بالأعداد الحقيقية، وده إدى فرصة لانتشار الوباء في هذه البلاد، وما زالوا يعانون ولا يعلنوا عن الأعداد الحقيقية ولا المناطق الحقيقية الموبوءة، حتى يتخذ الشعب احتياطاته وتتم إجراءات العزل، حتى يعني حد من سرعة انتشار هذا الوباء. نعم. كل دوت بيرجع للحكومة نفسها، كانت جادة في التعامل ولا لا، وبيرجع أيضا للإمكانيات السابقة والجدية في اتخاذ القرارات، وهل فعلا عندهم موازنة الصحة، هل كانت كبيرة بحيث أن أعداد المستشفيات كافي، أعداد الأسرة كافي، أعداد العنايات المركزة وجهاز الفلتريتور اللي المفروض العيان يدخل عليه كافي. نعم. في بعض الدول كانت عندها مثل هذه وسيطرت، ولكن بعض الدول كانت في الوضع الطبيعي كان طيب. العيان نعم لا يستطيع الدخول العناية المركزة. طيب. نعم دكتور كمال بن جعفر، التعليم عبر شاشة التلفزيون تنقصه مناقشة الطلبة، استيضاح من المدرس أو المعلم، التفاعل مع المعلم، أيضا طرح الأسئلة، كيف يمكن معالجة ذلك؟ يعني هل يمكن معالجتها عن طريق يكون البث مباشر، وبالتالي يتلقى المعلم اتصالات من الطلبة للمناقشة والاستيضاح أكثر؟ هل ترى هذه الطريقة ناجحة؟ التلفزيون التعليمي يعد كتقنية، كحل بديل يجب استعماله في هذه الظروف، ولكن العلاقة بين القطبين معلم وتعلم سواء في التعليم عن بعد أو في التلفزيون التعليمي لا يوجد تواصل بينهما. فإذا قلت التلفزيون التعليمي هو ينبغي أن تعتمده الدولة، ينبغي أن تعتمد على التلفزيون العمومي أو الوطني لتخاطب كل الطلاب على مستوى التراب الوطني. في هذا الظرف يستحيل التواصل بين المعلم والمتعلم، تكون عبارة عن محاضرات لايف، محاضرات مباشرة أو مسجلة. في هذا الحالة ننصح القائمين على منظومة التربية والتعليم أو القائمين على هذا النوع من التعليم والتعليم المتلفز أن يفتحوا خطوطا للتواصل خارج المحاضرة، خارج المحاضرة، أو فتح بريد إلكتروني لاستقبال الأسئلة، الاقتراحات، الاستفسارات، وبعدها يجيب المعلم على هذه التساؤلات. طيب. كذلك ينبغي القول أن بعض الدول العربية على غرار في المغرب العربي يصعب عليها اعتماد التعليم الافتراضي عن طريق الانترنت بسبب غياب الوسائل والامكانيات. نعم. باشرت في عملية التلفزيون التعليمي، لذلك انا انصح القائمين على قطاع التربية والتعليم المواصلة في اعتماد خطة بديلة حتى ولو كان التلفزيون التعليمي من اجل مواكبة ومواصلة المتعلمين العرب للتعليم ودون التوقف، لان عجلة الزمن لا تتوقف. طيب دكتور حمدي، يعاني ذو الطلبة خاصة في
يعني في مصر وأيضا في العراق وفي بقية الدول ربما يعاني من الدروس الخصوصية، تعتقد أن مسألة التعليم عن بعد سيقضي على موضوع الدروس الخصوصية دكتور؟ في الحقيقة التعليم عن بعد لن يقضي على الدروس الخصوصية في قضاء مبرما في وقت قصير، وإنما يحتاج إلى وقت باعد وإلى تنوع في العرض عن طريق التلفزيون يتناسب أو يناسب هذا التنوع كل المستويات التعليمية وكل مستويات الطلاب المستويات المتعلمين، وخاصة المراحل الأولى. أنا أركز على المراحل الأولى لأننا ندرس هنا لطلاب غير العرب ونواجه مشكلة في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وهذا يشبه المرحلة الابتدائية. المرحلة الابتدائية تحتاج إلى نظام معين، أو المراحل الأولى من التعليم تحتاج إلى نظام معين في العرض وفي طريقة التدريس، وفي لأنها تحتاج إلى أن يقرأ الطلاب مثلا، كيف يقرأ الطلاب وكيف يستمع إليهم المعلم، لابد أن يقرأ جميع الطلاب، لابد أن يجيب معهم التدريبات إجابات كاملة، لابد أن يكون العرض التلفزيوني مناسبا لكل المستويات ومتنوعا بكل أنواع الوسائل التعليمية التي تنهض أو التي تساعد كل المستويات مستويات المتعلمين، حتى نستطيع أن نحد من ظاهرة الدروس الخصوصية. ثم الأمر الآخر الذي نستطيع به أن نقضي على الدروس الخصوصية، لابد أن نرفع من مستوى المعلم نفسه، لأن المعلمين في كثير من البلاد العربية رواتبهم ضعيفة ضعيفة ضعيفة، فيفعلون ذلك من أجل أن يعوضوا النقص الموجود في رواتبهم. فإن اهتمت الدولة بالمعلم ماديا ومعنويا، فإن موضوع الدروس الخصوصية يقضى عليها تلقائيا. الأمر وصل في بعض البلدان العربية بأن الطلاب وخاصة في المراحل الثانوية والمتوسطة كذلك تركوا المدارس قبل كورونا، وكانوا يتلقون دروسهم عن طريق أساتذة الدروس الخصوصية في كل المواد الدراسية. يعني يتخرج هذا يخرج لنا جيلا لا يحب وطنه ولا بلده ولا أي شيء، بل يكون جيلا نفعيا لأنه تلقى أو تعلم عن طريق دفع المال، فيريد أن يسترد هذا المال بأي طريق كان، سواء أكان هذا الطريق حلالا أم حراما. طيب مشاهدينا ضيوفنا الكرام، سنذهب إلى فاصل قصير ولنا عودة بإذن الله. إذن مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد في برنامج حديث العرب. نناقش هذا الأسبوع كورونا يختبر التعليم في العالم العربي، وأرحب مرة أخرى بضيوفي عبر سكايب الدكتور محمود صابر استشاري التحاليل الطبية، وأيضا الدكتور كمال بن جعفر أستاذ محاضر في كلية الإلهيات في جامعة مرمرة والمستشار الإعلامي لأكاديمية اسطنبول، وأيضا عبر سكايب الدكتور حمدي بخيت أستاذ اللغة العربية في جامعة جيرسون التركية. دكتور محمود، هناك أحاديث كثيرة عن فيروس كورونا، هناك من يقول بأنه بدخول فصل الصيف خاصة في المناطق العربية تكون حارة نوعا ما سيؤدي إلى تباطؤ الإصابات بفيروس كورونا، هل هذا التحليل صحيح دكتور؟ والله إن موضوع فيروس كورونا هو أصلا المفروض أنه فيروس موجود من زمان، ولكن حصل له تطور وسبب ما حدث من هذا التطور لهذا الفيروس. يعني هذا الفيروس متحور،
كثير التحور، فلا نستطيع أن نحكم أنه يعني في درجة حرارة عندما ترتفع درجة حرارة الجو سوف ينقضي على هذا الفيروس. لا، تم احنا لقينا بعض إصابات في دول مثل دول الخليج التي درجة حرارها عالية ومرتفعة فوق 40 والخمسة واربعين والخمسين ومن 30. فلا نستطيع أن نحكم أن فعلا في المختبرات بالفعل الفيروس بيموت عند درجة حرارة 30 درجة مئوية أو من 30 ل 60 درجة مئوية ممكن يموت الفيروس، ولكن الفيروس دايما يعمل له طفرات ويتحور ويتلائم مع الوضع اللي هو فيه، فما نقدرش نحكم هل درجة الحرارة سوف تحد من نشاطه وانتشاره ولا لا. الذي يحد من انتشار هذا الفيروس هو الوعي لدى الشعوب واتخاذ الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار هذا الفيروس، مثل العزل والنظافة الشخصية وغسل الماء، غسل الأيدي بالماء والصابون، تكرار غسل الأيدي بالماء والصابون، لبس الكمامات للمشتبه فيهم، عدم مخالطة الحالات اللي فيها شك أنها موجودة. هذه هي الاحتياطات التي سوف تحد من انتشار هذا الفيروس. وفي نظرية أخرى تقول أن إذا نظرية العدوى القطيع، ممكن القطيع كله عندما يحدث عدوى ولو خفيفة، إصابات خفيفة، ممكن يحصل مقاومة لهذا الفيروس والمناعة الإنسان إذا كانت حالته الصحية يعني في الوضع الطبيعي قوية والبنية الصحية بتاعته جيدة وعنده مناعة قوية، ممكن يقاوم مثل هذا الفيروس. طيب. ويحد أيضا من انتشار هذا الفيروس. طيب. دكتور كمال، يعني العالم العربي والطلبة العرب تعودوا على موضوع السبورة والطباشير، وأيضا الاختبارات تكون في الورقة والقلم في الدفاتر أيضا، لكن بعد هذه الأزمة هل تعتقد أن العالم العربي سيودع هذا التقليد بمكوناته الكلاسيكية وداعا بائنا لا رجعة فيه؟ دعني أقول أن التعليم التقليدي لا يمكننا أن نودعه، فنحن خريجو هذا النوع من التعليم. التعليم التقليدي له مخرجات، له نتائج، والتعليم الرقمي أو الافتراضي له أيضا إيجابيات ومخرجات. أنا أقول أن هذا التعليم عن بعد هو كحل طارئ لما يحدث في البلاد العربية والعالم، لكن بعد خروج من هذه الأزمة إن شاء الله بسلام سنعود إلى النوع التقليدي ولكن بحلة جديدة. ينبغي أن نركز اهتماماتنا على هذا. كيف ستكون هذه الحلة دكتور كمال؟ كيف ستكون هذه الحلة برأيكم؟ نعم، إذن كان بودي أن أقف على المصطلحات. هناك مصطلحات أفرزتها التقنية والتكنولوجيا، هناك التعليم الإلكتروني أو ما يعرف الإي-ليرنينج، هناك من يعتقد أن التعليم الإلكتروني هو عن بعد داخل الصف، داخل الصف في صفوفنا التقليدية. يجب أن نضع أو نعطي للدرس صبغة تقنية تكنولوجية. لماذا لا ندخل السبورات الذكية إلى صفوفنا؟ لماذا لا ندخل الحواسيب التعليمية؟ لماذا لا ندخل الفيديو التعليمي التفاعلي؟ لماذا لا نقدم نصوص القراءة ونصوص التاريخية عن طريق مواد سمعية يستمتع المتعلم وهو يتقبلها؟ فهذه الأمور كانت مغيبة تماما في بعض المدارس في البلاد العربية. التركيز على الكتاب التقليدي والسبورة والأقلام هذا أصبح من الماضي، لكن يجب المس بين الوسائل التقليدية، الوسائل التعليمية التقليدية والوسائل التعليمية الحديثة داخل الصف الواحد. أعود أذكر أننا لا يمكن أن نستغني عن التعليم التقليدي أي كان. المثلث التعليمي معلم متعلم ومعرفة أو ما يعرف بالمحتوى التعليمي. العلاقة التواصلية التعليمية بين المعلم والمتعلم أكثر فاعلية، أكثر فعالية في التعليم التقليدي. بينما في التعليم الافتراضي أو التعليم أونلاين المعلم لا يرى طلبته، هناك بعض الطلبة ينسحبون من الصف دون أن ينتبه المعلم لذلك، بعض الطلاب يدخلون إلى الصف دون فتح الكاميرا. التواصل بين المعلم والمتعلم أقل فعالية مقارنة بالتعليم
التقليدي. هذه المرحلة التي يمر بها العالم والوطن العربي هي مرحلة مؤقتة، لذلك كأن البلدان العربية كانت في غفلة. طيب طيب دكتور، ولم تركز على الوسائل التكنولوجية في التعليم. طيب دكتور حمدي، دكتور كمال ذكر التعليم أونلاين، لكن لو يعني أقرأ لك تصريح لأحد المدرسين، قال يقول بأن الطلبة ليسوا في إجازة وعليهم متابعة الدروس والمحاضرات عن طريق التقنية الرقمية، لكن هل يمكن أن نعول على الأسر على الوالدين في موضوع التزام الطلبة بموعد الدروس عبر التعليم أونلاين؟ حقيقة مشكلة كبيرة جدا، لأن الوالدين وإن كانا متعلمين ويعملان لا يستطيعان أن يتابعا أمور التعليم مع أبنائهم، سواء كان الأبناء واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، وإن كان غير متعلمين فهذه مشكلة أكبر. فلا بد أن يكون فيه حل لهذه الأمور. يعني هل من الممكن أن مع وجود هذه الأمور التقنية الحديثة التي تساعد على التغلب على هذه المشكلة، ربما يتغلب على هذه المشكلة في بعض المناطق وبعض الأمور، ويستطيع أولياء الأمور الذين عندهم سعة وعندهم وقت في متابعة أبنائهم للأمور التعليمية، لكن فيه كثير من الطلاب لا يجدون من يتابعهم، سواء كان الوالدان يعملان أو أم كان الوالدان لا يعملان ولكن لا يستطيعان أن يتابعا مع أبنائهم هذه الدروس. طيب، ألا تستطيع الدول أن تعوض هذه الدول التي عندها مشكلة؟ نعم، مشكلة تقنية بالنسبة للمتعلمين، بالنسبة للأماكن التعليمية، ألا تستطيع أن تعوض هذا في فصل الصيف؟ يعني تستطيع أن تمدد التعليم في فصل الصيف للمراحل المختلفة. ربما بعض المناطق التعليمية تعتمد الثانوية العامة من أجل الدخول إلى الجامعات. لماذا لا تترك هذا الاعتماد في هذه السنة وتجعل امتحانات خاصة لكل كلية يود الطالب أن يتقدم إليها؟ لابد من التنويع، لابد من حل مشكلة، لابد من إيجاد وسائل مختلفة حتى نعم دكتور تستطيع الدول أن تتغلب على هذه طيب المشكلة. دكتور محمود، يعني تعرض العالم وأيضا العالم العربي لأنواع متعددة من الفيروسات، مثلا جنون البقر، إنفلونزا الخنازير والطيور، والملاريا والسارس، لكن تعتقد كما يشاع والإشاعة لا مصدر لها، هل تعتقد أن وباء كورونا مخلق؟ هل هو فيروس بيولوجي كما يشاع؟ يعني في ظل هذا التطور التكنولوجي في عالم الميكروبيولوجي والحرب البيولوجية، لا نستبعد مثل هذه الإشاعة، وخاصة أن ظهوره في مكان معين وانتشاره في منطقة أخرى ثم السيطرة عليه ثم عدم وجود يعني مصل ليه وتسليط الضوء عليه بشكل كبير، هذه كلها علامات استفهام تضع يعني جعلنا نتساءل فعلا، هل هو يعني تطور للفيروس أم كان في لعب في الهندسة الوراثية لهذا الفيروس ثم لم يستطيعوا السيطرة عليه؟ هذه كلها أسئلة واردة جدا. بس أنا بنقول يعني قبل ما ننهي الحلقة مع حضرتك، لابد إذا كنا نريد أن ننهض بمنطقتنا العربية لابد أن نهتم ببناء الإنسان أولا. طيب، لو اهتمينا ببناء الإنسان ولو صرفنا يعني على ميزانية التربية والتعليم وعلى ميزانية الصحة مثل ما نصرف على ميزانية التسلح مثل هذه الأشياء، بالفعل هنبني إنسان فعلا يستطيع أن هو يتعلم حتى عن بعد. يعني كان في نماذج ناجحة جدا في التعليم المفتوح في بعض عواصم الدول العربية، وأنا كنت في مناقشة مع أحد الأبناء يعني كان بيحاجيني بيقول لي أنا لازم هقعد 4 سنين ليه عشان أخد البكالوريوس ولا الليسانس، أنا ممكن أخد دورات من على النت وتواصل
واخد نفس الجرعه من او نفس المواد في وقت محدد في خلال سنتين واشق طريقي، يعني ده كله ناتج عن ان هذا الولد مثلا يعني تم تاسيسه وتربيته وتربيه جيده وبناء شخصيته بحيث ان هو حريص على العلم في اي وضع من الاوضاع. يعني موضوع ان احنا لسه كنا التجارب زي ما بنقول في تجارب ناجحه للتعليم عن بعد، وعن ان احنا ازاي يكون الولد حريص ان هو يحصل دروسه في اي وضع وينجح ويتفوق كمان، كان في ايضا نماذج ايضا يعني فاشله عندما كانت الحكومه فاشله، لما قالوا ان احنا في مصر على سبيل المثال قالوا ان نعمل منظومه التابلت والامتحان على طريق ولكن للاسف لم تكن ناجحه وتسربت الامتحانات. فلا بد هذا من بناء ورصد، اذا كان موجود اراده حقيقيه لدى المسؤولين عن النهوض بوطننا العربي لابد من الاهتمام بمثل هذه الاشياء وبناء الشخصيه وبناء الانسان قبل بناء اي شيء اخر. نعم. طيب دكتور كمال بن جعفر، هناك من يقول إن يعني فيروس كورونا يعني وضع أنظمة التعليم في العالم العربي في زاوية حرجة، هل تتفق مع هذا الطرح؟ نعم، منظومة أو عفوا فيروس كورونا وضع الدول العربية في أزمة حرجة. أضم صوتي إلى صوت دكتور صبحي وهو إعادة النظر في سياسات بعض القطاعات وفي مقدمتها التعليم والصحة. دكتور محمود صابر، نعم تفضل. نعم. قطاع التعليم بات عاجزا عن مواجهة هذا الفيروس، لذلك كحلول لتصدي هذه المشكلة أو أخذ الاحتياطات لمراحل قادمة ينبغي أن نعيد النظر في ميزانية قطاع التربية والتعليم، التركيز على بناء الإنسان بالدرجة الأولى، رأس المال البشري، كذلك الاهتمام بتدريب وتكوين المعلمين والرفع من رواتبهم وإمكانياتهم المادية من أجل قدرتهم على مواكبة هذه المستجدات. هناك تجارب تعليمية عالمية ناجحة في الصين، في أمريكا، في العديد من الدول العربية، ينبغي الاستفادة من التجارب التعليمية الناجحة. كما قلت قبل قليل العالم العربي وكأنه كان في سبات، وهذا الفيروس وضعه في مرحلة أو أدخله مرحلة حرجة، التصدي لها يتطلب مجموعة من الأسلحة التي يمكن اعتمادها لتمرير وجعل كل القطاعات تساير العالم. طيب دكتور حمدي، هل يعني سيشهد العالم العربي ميلادا قويا عن بعد، حيث الرقمنة والتقنية عماده والعالم الافتراضي عتاده كما يقال؟ الحقيقة هذا لن يكون في مرحلة قريبة في كثير من الدول العربية، لأن هذه الدول أنظمتها لا تهتم بالتعليم، لا تجعله في المرحلة الثالثة أو الرابعة، بل ربما تجعله في المرحلة العاشرة. لذلك نجد هذه المشكلة تحتاج إلى وقت طويل، ولا بد من وجود الرفع من الميزانية التعليمية من أجل أن ننهض بأمور التعليم وننهض بأمور الرقمنة، ودخول هذا الأمر ليكون مساعدا مع التعليم التقليدي الذي هو أساس العملية التعليمية. لأن كثيرا من الذين تخرجوا في التعليم ما كان يسمى عندنا بالتعليم المفتوح، وكان يكون عن طريق هذا نعم التعليم. ألو، نعم أسمعك تفضل. تسمعني؟ دكتور نعم أسمعك تفضل. هذا التعليم خرج لنا مجموعة من أنصاف المتعلمين، يعني كثير من الذين تعلموا من هذا التعليم، بل إن كثيرا منهم حصلوا على درجات عالية مثل الماجستير والدكتوراه ولا يعرفون شيئا في تخصصاتهم. فهذا يعني كان يمثل عملية ربحية للجامعات التي كانت تعطي أو تمنح هذه الدرجات العلمية.
كذلك الذين كانوا يدرسون فيما يسمى بالتعليم المفتوح وكان يتم عن طريق النت وعن وشرح بالوسائل العلمية الحديثة كانوا لا يمثلون يعني 50% من مستوى زميلهم الذي يدرس دراسة تقليدية. هذه الوسائل التعليمية الحديثة تكون مساعدة مع الوسائل التعليمية التي كنا نتعلم بها أو تعلمنا بها قديما، لأنها تخرج أجيالا تتعلم من المعلمين القدوة قبل العلم. طيب دكتور محمود، بقيت لدينا 5 دقائق، سأمنحك دقيقة والنصف. كيف ترى معدلات الإصابة في وطننا العربي في المجمل؟ هل موضوع العلاجات المستخدمة دور في تقليص أعداد المصابين وأيضا تباطؤ انتشار الفيروس؟ بدقيقة ونصف لو سمحتم دكتور تفضل. هو سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى في أي ابتلاء وأي بلاء يجعل فيه رحمة. نعم. لما يعلمه من وضع يعني ضعيف جدا للمواطنين العرب ويعني الفقر والتجويع الذي يعيشون فيه. فسبحان الله كانوا هؤلاء أغلبية الدول المواطنين في الوطن العربي وفي شمال أفريقيا كان يأخذون تحصين ضد الضرن اللي هو التي بي. في علاقة وطيدة بين حالات مقاومة هذا الفيروس ومن تحصنوا أو من أخذوا تحصين أو تطعيم ضد الضرر، وهذا كان كما قلت منتشر في دولنا العربية. فقد يكون إن شاء الله هذا حائط صد أثر على حدية أو قلة انتشار فيروس كورونا في هذه المنطقة. نعم دكتور. نعم. أيضا يعني كما نقول يعني المنطقة لا تستطيع أن يعني غير مستعدة وغير مؤهلة أن هي يكون هذا الوباء جامح عندها، لأن كانت فعلا الأعداد بسبب قلة الإمكانيات كانت هتكون أعداد الوفيات متضاعف جدا وبشكل كبير جدا. نعم ولكن دكتور. ربنا حماهم بأن مثل هذه التطعيمات ضد الضرر وأيضا علاج الكوليرا هذا الذي كان موجود عندنا في مصر وفي معظم الدول العربية وفي دول أفريقيا كان موجود في الصيدليات وكانت الناس بتاخده لعلاج الملاريا. نعم دكتور. واتضح أنه في الفعل يقضي على فيروس كورونا. نشكرك دكتور، منحتنا جزءا من وقتكم. دكتور محمود صابر استشاري التحاليل الطبية والميكروبيولوجية، شكرا جزيلا لكم. دكتور كمال بن جعفر، بدقيقة ونصف، هل تخرج الدول العربية ضمن هذه الأزمة بحلول غير تقليدية، خاصة أن في ظل الفجوة الرقمية وبالتالي هوة الإمكانيات المتأرجحة في الدول العربية بين الصحة والتعليم؟ دعني أقول في البداية أن هذا الأزمة، أزمة كورونا، من نتائجها أنه جزء من الدول العربية أثبت جاهزيته لاحتضان الوضع، بينما بعض الدول الأخرى غير يعني أظهرت إمكانياته وعدم قدرته لمواكبة وتجاوز هذه المرحلة. هذه المرحلة لا نعلم متى تنتهي، هذا الفيروس متى ينتهي، متى يعود الطلاب إلى مقاعد الدراسة، متى نعود إلى صفوفنا التقليدية. لكن كما قلت قبل قليل المساعي مستمرة في كل الدول العربية من أجل البحث عن بديل، البحث عن بديل لاستمرار قطاع التعليم وتكوين المتعلم العربي. ينبغي أن نقول أيضا أن عجلة الزمن لا تتوقف، والدول العربية قبل أزمة الفيروس هي متأخرة عن الركب في البحث العلمي وفي نعم. التعليم، ما بالك والأزمة قائمة. لذلك أدعو كل القائمين على قطاع التربية والتعليم في البلاد العربية أخذ هذا الموضوع على محمل الجد، المباشرة في البحث عن حلول. نعم دكتور. عن طريق الإنترنت. نعم. عن طريق التلفزيون وعن طريق بدائل تعليمية مختلفة.
دكتور، أنا أشكرك، منحتنا جزءا من وقتكم الثمين. دكتور كمال بن جعفر، أستاذ محاضر في كليات الإلهيات في جامعة مرمرة والمستشار الإعلامي لأكاديمية إسطنبول، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. دكتور حمدي بخيت، بدقيقة ونصف أيضا، هل تعتقد أن هناك جيل جديد سينشأ يختلف عن الأجيال التي سبقت جائحة كورونا؟ في الحقيقة الأمور التعليمية أو جائحة كورونا جاءت وامتحنت البلاد العربية امتحانا قاسيا، وهذا الامتحان يجعل البلاد العربية خاصة البلاد التي لم تهتم كثيرا بأمور التعليم أو لا تهتم كثيرا بأمور التعليم تجعلها تعيد النظر في التخطيط اللغوي. التخطيط اللغوي بأن تجعل المناهج يعني متراوحة بين التعليم التقليدي والتعليم التكنولوجي الحديث، بما يخرج جيلا متوازنا، جيلا يستطيع أن يفهم القديم ويتعامل مع الحديث. نعم دكتور. جيل لا يكون منقطعا عن القديم ولا يكون منقطعا عن الحديث، بل يستطيع أن يتعامل مع الأمور الحديثة تعامله مع الأمور القديمة، والتوسط أو الوسطية خير الأمور. لا تفريط ولا إفراط. طيب. فإن اتبعت هذه الدول هذا النظام أو التخطيط اللغوي السليم الذي يجمع بين الوسيلتين أو بين الطريقتين، ومع نعم تنامي طريقة التعليم التكنولوجي، نعم دكتور، سيتخرج جيل يكون له مستقبل. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، منحتنا جزءا من وقتكم. شكرا جزيلا الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية في جامعة جيراسون التركية. مشاهدينا الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.